يقول السائل: لو كنت في مجلس ثم بدأ بعض العوام يذكر بعض مساوئ الحاكم، فهل أترك المجلس أم لا؟ ترك المجلس ليس حلاً للمشكلة، لكن الحل الصحيح أنك تبين الحق، تنصح هذا المتكلم بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، تقول له أنت، تقول له أنت قصدك طيب وأنت تريد الخير، ولكن ما هي بالطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة أن تعمل كذا وكذا، أما كلامك الآن في المجالس فهذه ليست طريقة صحيحة ولا تجدي شيئا، فتبين له، فإن امتثل وإلا تترك المجلس، إذا لم يمتثل تترك المجلس. نعم.